عدة أسئلة بدي أسألك إياها في بداية الفيديو، إذا كانت إجابتها نعم فمعناها هذا الفيديو مخصص إليك، إذا كانت إجابتها لا فممكن تتجول في قناتي تشوف فيديوهات ثانية ممكن تكون ممتعة إليك أو مفيدة، لكن هذا الفيديو ما رح يكون مفيد إليك. السؤال الأول، إذا أنت كنت من الناس اللي بتبحث عن السعادة في حياتها وبتحاول توصل للطمأنينة في حياتها ولكن مش عارف توصل لها. السؤال الثاني، هل حاولت بالفعل انك تعمل اشياء كثير تسعدك، تعمل اشياء كثير اللي تطمئنك وتحاول بكامل جهدك انك تحصل السعادة، بس في حلقة ناقصة مش عارف توصلها، في غباش مش عارف توصل للسعادة الحقيقية في حياتك؟ والسؤال الثالث، هل فعلا مستعد انك تأخذ طريقة موثوقة وتطبقها ولا خلاص ما بدك تعمل شيء في حياتك؟ هاي الاسئلة الثلاث لو كانت اجابتها نعم فبالفعل هذا الفيديو إليك خصيصاً وانت وصلت للعنوان الصحيح. وهسه يلا على الفيديو، يلا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي. قبل لا نبدأ، أنا حسام بدران، لو أول مرة بتشوفوني بتمنى تعملوا جولة في القناة وبعد ما تشوفوا فيديوهاتها وتستفيدوا تشتركوا وكمان تعطوا هذا الفيديو لايك علشان ينشر. نبدأ في الموضوع. النقاط اللي راح أعطيك إياها هي ثلاث نقاط. الأولى هي مدخل، ومن دون المدخل ما ممكن تدخل. والنقطة الثانية هي اللي راح تقعد لك كل شيء مكانه وتفهمك الفكرة 100%. والثالثة من دونها، وعلى مسؤوليتي بقول لك وراح تقول فعلا صدقت يا حسان، الثالثة من دونها مستحيل. فلذلك أنا بدي منك شيء، اتبع مع مرحلة مرحلة. وهذا الفيديو لو احتجت تسمعه كمان مرة اسمعه، لو ما حابب تعيده كله تسمعه سجل النقاط وعيد عليها، لأنه هذا الفيديو إذا بالفعل فهمنا وطبقنا انتهى، رح توصل لسعادة وهي عندي. لو جربت اللي بدي أقول لك إياه ولقيت إنه ما هو مزبوط ارجع واكتب لي وكل حسان أنت غشاش وبحياتي ما بدي أشوفك كمان مرة غشيتني. أنا واثق ومتأكد من اللي بقوله، تبع للنهاية وراح تشوف. النقطة الأولى، أنا مش ممكن أكون سعيد إلا إذا عرفت إيش بسعدني، صح؟ طبعاً. إذا أنا قدرت أوصل أفهم نفسي إيش بتحب رح أجيب لها اللي بتحبه وتكون سعيدة. لذلك النقطة الأولى وأهم نقطة، أكون بصفاء مع نفسي، ما أمتوهها ولا تمتوهني، أقعد وأفهم أنا إيش بحب وإيش بدي، إيش في السابق عملت وكان مسعدني وإيش في السابق عملت وكان مش مسعدني. هاي النقطة أنت بينك وبين نفسك بدك تقعد. أهم شيء فيها إنك كل ما نفسك تقول لك أنا بحب هذا الشيء تقولها لا ما بتحبيه، دائما انت قاومها، تعطيهاش مجال، انا راح تقول لك عن كثير اشياء انا بتحبهن، انت تقولها لا ما في منه، ما بنحبه، الا اذا فعلا انت جبت الادله وقنعت انك انت بتحب هذا الشيء فسلم. وهي النقطة ايش بتأدي فينا بعد ما بنفهمها؟ انه مش كل شيء شايفين غيرنا مبسوط فيه معناها ببسطنا احنا كمان. احنا النا ظروف معينة اللي بتبسطنا، النا اشياء خاصة فينا. كيف؟ انا بقول لك، هل ممكن إنه إذا أجانا على العيادة 10 مرضى، 20 مريض، 30 مريض، نعطيهم نفس الوصفة لعلاجهم ولو أعطيناهم إياها نفسها، هل بالفعل كلهم راح يستفيدوا منها؟ طبعا لا. كل مريض له تاريخ لمرضه، وكل مريض له نوع معين من الدواء اللي بلاقمه وظروف خاصة فيه، فما ممكن إنه اللي بيسعد فلان يسعد علان. ما ممكن إذا أنت بسعدك إنك تشتري مثلا موتورسيكل أنت يسعدك الموتورسيكل، ممكن أنت بتسعدك السيارة بس أنت لا، بس ممكن أنت بتسعدك الرحلة أنت لا، وأنت بتسعدك الملابس أنت لا. مش أي شيء منشوفه مع غيرنا وحسينا إنه مرضيه ومسعده فهو بالفعل ممكن يسعدنا. النقطة الثانية، بعد ما عرفنا إيش هدفنا وإيش إحنا بنحب وتأكدنا منه بعد ما قعدنا مع نفسنا وفهمنا تاريخها إيش بتحب وحددنا الهدف، هسا خلال اتجاهنا للهدف في هاي الفترة ممنوع نحس إنه لأنه مش واصلينه أو لأنه مش ممتلكينه إحنا تعساء، إحنا مش سعداء، إحنا إذا وصلنا له بنصير سعيدين. لا، إحنا بنسعى نوصل له لأن إحنا في البداية فكرنا وظنينا وتأكدنا على مستوى فكرنا وعقلنا إنه هذا اللي بيسعدنا، لكن قد يكون مش هو. إيش يعني؟ يعني احنا اللي عملنا بالاول غلط؟ لا، انت اللي عملته بالاول ممتاز، انت بذلت كامل جهد عشان تعرف ايش بتحب لهون ممتاز، لكن مش دايما اللي انت بتختاره ونفسك بتقول لك اه منحبه وانت فعلا بتكون تحبه هو الخير.
أعطيك مثال، بعض الناس متأكد من داخله وروحه قالت له هو بده أنه يكون عنده أطفال، له 10 سنين، 5 سنين، 20 سنة، 15 سنة من دون أطفال، لم يرزق بأطفال، وحاسس أنه هذا الطفل رح حقق له سعادة في الدنيا، فبسعى بيجتهد على أطباء ودعاء وبأخذ بعرف شو أدوية وكياه مكايم الدنيا علشان يوصل لإيش؟ أنه يكون عنده أطفال. لكن أنا بدي أجيب لك مثال آخر، كثير ممكن تواجه ناس، وممكن في الشارع دلتك في ناس، زلمي حج قاعد على جنب الطريق ولا أي حدا، تقول له مالك حج، مالك بين عليك حزين، في إشي؟ يتنهد ويسكت وممكن يبكي، يقول له إيه شو السيرة أكلكتني، خير إن شاء الله، يقول لك أولادي الله يغضب عليهم، الله لا يوفقهم، راميني وما بيسألوا عني، دمروني، بهدلوني قدام الناس، ضيعوا حياتي، الله ينتقم منهم، الله لا يبارك لهم في حياتهم. هذا إنسان ارجع لماضي بتلاقي قتل حاله، وكان شايف إنه لما يكون عنده ولد عزوته هذا اللي بيستناه في الحياة وهي السعادة. شوف حاله، كثير من النساء انت بتعرفيها لما كانت في بيت اهلها معززه مكرمه ملكه اميره في بيت ابوها، لما تزوجت انذلت وانهانت، وممكن انت بتعرفي نساء عنفت وقتلت. بس هاي نفسها ارجعي لها، كانت تتمنى ومن حياتها انها تتزوج، كانت تشوف في الزواج هو اهم شيء توصل له وهو الفرحه والسعاده الاساسيه، كانت من داخلها بدها وشايفة إنه الزواج راح يحقق لها كل أحلامها، يعني المرحلة الأولى مركتها، لكن لما وصلت ما كان هو الخير وما كان هو الشيء اللي بيسعدها. يعني النقطة الثانية إيش بتقول لنا؟ إنه اللي أنت فيه حاليا ونقص الشيء اللي أنت بتسعى له وكاتل حالك توصل له، أنت في سعادة بس أنت مش حاسس، أنت مش حاسس أن الله سبحانه وتعالى عشان يسعدك مش موصلك. فهمت قصدي؟ يعني الأشياء اللي انت شايف غيرك عنده إياها وانت ما عندكش إياها، لذلك هم سعداء على أساس وانت مش سعيد على أساس، هذا كليات وهم. انت سعيد لأنهن مش عندك هاي الأغراض. كم شاب كان نفسه انه يكون عنده موتورسيكل ولا يكون عنده سيارة أبصر شو، واليوم مقعد مشلول بسبب هاي السيارة. يعني انت الأشياء اللي مش عندك احمد ربك انها مش عندك، اسعى انها تكون عندك. أنا فاهمك، اسعى، لكن طوال ما هي مش عندك عيش السعادة. هاي النقطة الثانية هامة جدا، بتفهمنا إنه الممتلكات والأشياء مش هي سر السعادة. اللي دوصل لك إياه في النقطة الثالثة هسة رح أدلك فيها على شيء أنا اتبعته. كيف؟ هاي الدنيا الناس اللي فيها شكليا ما بيشبهوا بعض كثير، صح؟ شوف كم مرة أنت توهت بين فلان وفلان، قلت إيه كنت مفكر فلان كم طلع فلان، قليل جدا مزبوط، حتى نادر ما تصير. الناس مختلفين بأشكالهم وبأحاسيسهم حتى بأصواتهم، نادر جدا تلاقي اثنين صوتهم بيشبه بعض، مختلفين بالإحساس بالشكل بالصوت، لكن الله سبحانه وتعالى مع كل هاي الاختلافات جعل رابط واحد، شيء واحد بيجمعهم، عارف شو؟ أن تدبر القرآن وتلاوة القرآن وتعلم القرآن وارتباط الإنسان في القرآن بخلي حياته فيها سعادة وطمأنينة. شوف الله سبحانه وتعالى إيش بيقول. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد يعني اللي ربنا بضله عن كتاب الله وعن تلاوة كتاب الله وتدبر آياته، هذا اللي ما إله حد يهديه، هذا الإنسان اللي في التعاسة ومش في السعادة. السبيل الوحيد في نظري علشان تحوز في هاي الدنيا سعادة أخرى مرة،
أنا مش إنسان قاعد تسمعوا، أنا أولاً مش شيخ تمام، ولا أنا محتواي فقه شرعي وما بفهمهنش هذول، أنا إنسان بسيط وبحب اللي حوالي حتى يكونوا ناس بسيطين. أنا إنسان فهمت إنه هاي الطريق بس هيك بتيجي، إنه هاي الدنيا بنفعش معها غير هيك. طبعاً أعرفكم على شيء ممكن ما بتعرفوه، أنا أخطأت أخطاء كثير بحياتي، فكرت إنه بهاي الطريقة بكون سعيد، حقاً 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 نادم جداً على كثير سنين فاتت من حياتي ما كنت عارف اللي قاعد بقولكم إياه، لكن لما عرفته نويت إني أخبر فيه. هاي الطريق بس هيك، هاي الطريق ما بتقدر فيها تنجح إلا بهاي الطريقة، كتاب الله. كل يوم اجعل لك قبل ما تروح على شغلك، قبل ما انت تبدأي في تنظيف البيت، قبل ما تروح على درسك، قبل ما تروح على مدرستك، قبل لا تروح على جامعتك، خذ آية من كتاب الله. تقول انت آية زي ما كل صفحة آية 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 قصيرة، شوف شو نعمل فيها يا زلمة، يعطي من وقتك، اعطي لك مثلا 7 دقائق 10 دقائق نقرأ الآية، ثم نجيب دائما يكون عندنا تفسير من البسيطات. انا هيك يعني، انا هيك شوفوا اقولكم شيء، انا حدا هيك بحب تفسير صغير هيك بسيط، مثلا في تفسير اسمه تفسير السعدي كثير رائع، جيب تفسير السعدي كل يوم اقرا الايه واقرا تفسيرها، حاول كل يومك تعيش معها، تتخيل هل انا بطبقها، هل التفسير تبعها انا فهمته، هل لها اثر على حياتي. ويا الله اذا بتحاول تحفظها، يعني صير عندك كل يوم هيك ايه نقراها، منفسرها، نحاول نعيشها، منحاول نحفظها خلال اليوم مثلا نرددها، عيش مع القرآن. والله إنه حياتك مع القرآن راح تخليك تتنازل حتى عن كثير من الأشياء اللي بتسعى لها. أساسا إحنا ليش بنسعى بتعرف؟ إحنا كل سعينا علشان نكون سعداء، بدي هاي السيارة وبدي هاي البيت وبدي اشتري هاي الملابس وجاي عبالي اروح هون واروح هون، فقط نسعى عشان نكون سعداء. لما بتصير حياتك مع القرآن فيها سعادة وبتحس انك انت ارتحت واطمئنيت، كثير بتتنازل عن اشياء. هاي على مسؤوليتي أصدقائي، أحياناً بيكون الفرح والسعادة والطمأنينة كلهم بين إيدينا وبأبسط وأرخص الأشياء، لكن إحنا بنحاول بكامل الجهد إننا نتجه لبعيد ونبذل كل مالنا وجهدنا وحياتنا من أجل إننا نحوز على السعادة. أصدقائي بتمنى إنكم تستفيدوا من الفيديوهات وبتنشروها بين أصحابكم بين أهلكم بين أطفالكم، وبتعرفوا الناس عليها وبتوسعوا هاي الثقافة من الإيجابية ومن النظرة اللي بتخلينا نشوف الحياة بالشكل الصح بدل ما إحنا بنجتهد في المكان الخاطئ. بتمنى إنكم بتنسونيش من دعائكم، لو عجبكم الفيديو وعجبكم محتوى القناة فشاركوه مع أصحابكم، يعني اعملوا شير واعطوا لايك للفيديو على أساس نوسع انتشاره. يوتيوب فيسبوك على فكرة بيقولوا إنهم كان يعني كان ما بيعرفوش إنه الفيديو مفيد إلا من خلال اللايك، يعني ممكن فيديو كله رقص وهبل يكون مفيد بالنسبة ليوتيوب أكثر من هيك فيديوهات، فما تقصروش، كونوا أنتوا البديل وانشروها واعطوا لايك واكتبوا لي رأيكم في تعليق، والسلام عليكم.